قمنا بتسمية الكثير من المركبات العضوية، كنا ننظر إلى الصيغة البنائية ونحاول أن نسميها عادة. في هذا الفيديو سنقوم بشيء معاكس، سنبدأ مع الاسم ونحاول أن نرسم الصيغة البنائية له. إذا مع الاسم ونحاول أن نرسم الصيغة البنائية له. إذا لنبدأ، عندما ننظر لديها لهذا أول مرة سيبدو ضخما، يجب دائما البدء من النهاية لأنه منها سنعرف السلسلة أو الحلقة الرئيسية. ام او ان ستدل على انه يوجد روابط احاديه، هكسا ديكان تعني انه يوجد عندنا 16 من ذرات الكربون، اذا جميعها بروابط احاديه 16 من ذرات الكربون. رائع، اذا 16 single bonded carbons. رائع. المقطع سايكلو، طبعا لدينا سايكلو هنا وهذا يعني انها في حلقه وليس ضمن سلسله، اذا اصبح لدينا 16 single bonded carbons in a ring. رائع. اذا لنرسم الحلقه الرئيسيه، هذا المقطع جميعه هو الحلقه الرئيسيه، اذا سنرسم 16 من ذرات الكربون بشكل حلقي، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه، هنا ستة سبعة ثمانية تسعة، ركزوا معي جيدا، 10 11 12 13 14 15 16، ونوصلهم هكذا. هنا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. إذا الآن رسمنا الحلقة الرئيسية في هذا المركب. حسنا، الآن إذا عدنا للخلف قليلا لنرى ماذا لدينا. 2 9 داي ايزوبروبيل، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن لدينا مجموعتين ايزوبروبيل على ذرتي الكربون الثانية والتاسعة. رائع، من أين نبدأ الترقيم؟ ابدأوه من المكان الذي ترغبون به، ابدأوه بشكل عشوائي لا يهم. إذا ابدأوه من حيث أردتم، وأنا بما أنه بشكل عشوائي إذا أريد أن أبدأ من هنا، 1 2 هنا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، هنا الذرة الأخيرة. حسنا، إذا هذا الجزء الثاني سأستخدم الأرجواني له، 2 9 داي ايزوبروبيل، هذا يدلنا على أنه يوجد مجموعتين من الايزوبروبيل على ذرتي الكربون الثانية والتاسعة. داي تعني أنه لدينا مجموعتين، إذا على ذرتي الكربون الثانية والتاسعة مثل ما قلنا. وقد تتذكرون أن الايزوبروبيل يبدو شكله هكذا، بهذا الشكل كحرف الواي في اللغة الإنجليزية، ثلاث ذرات من الكربون، طبعا ونصله مع ذرة الكربون الثانية هنا بهذا الشكل. طبعا كل الايزوز لها نفس شكل حرف الواي، سأستخدم اللون الأصفر، إذا يتصل مع الكربونة الثانية، وهذا أيضا سيحدث عند ذرة الكربون التاسعة. إذا عند هذه سيكون لدينا ايزوبروبيل آخر بهذا الشكل كشكل حرف الواي بثلاث ذرات كربون. حسنا، قمنا برسم الداي ايزوبروبيل، 2 9 داي ايزوبروبيل، وهو عبارة عن ذرتي، آسف سننتقل أو هنا نتحدث عن الستة إيثل. تذكروا مثل 1 إيثل، 2 بروبيل، 3 لنكتب هذا، إذا هنا بروبيل كان لدينا ثلاث ذرات كربون. ايزوبروبيل كان شكله كحرف الواي هكذا. الستة إيثل، الإيثل يساوي 2، إذا هذه مجموعة الإيثل سأرسمها عند ذرة الكربون السادسة، هنا ذرتي كربون باللون الأخضر وهنا مكان اتصالها باللون الأصفر الآن. ومن ثم في النهاية لدينا سايكلو بنتل، وهي على ذرة الكربون الأولى، سأستخدم لون لم يستخدم من قبل، دعوني أستخدم مثلا هذا اللون. بنت تدل على خمس ذرات كربون، نعم، وهي في حلقة تتفرع من الحلقة الرئيسية، وهي على ذرة الكربون الأولى، إذا بنت تساوي، خلينا لنكتب هذا هنا، خمسة، إذا ستبدو هكذا، 1 2 3 4 5 حلقية. إذا هذه مجموعة السايكلوبنتل وهو على ذرة الكربون، أو وهي على ذرة الكربون الأولى.
من السايكلو هيكساديكان وهي موصولة بهذا الشكل. نعم انتهينا من هذا المثال. لنأخذ مثالا آخر وهو 3699 تترا مثل دوديكان. دوديكان انتبهوا، لنبدأ أولا في الدوديكان. طبعا المقطع دو لاثنان وديك لعشرة، إذا 12 ذرة كربون، وهي لا تشكل حلقة، إذا لنرسمها هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، إذا 12 من ذرات الكربون. طبعا يمكن ترقيمهم بشكل عشوائي كما قلنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هنا 11 12. هذا هو الدوديكان، كله روابط أحادية. ومن ثم لدينا تترا مثل 3699 تترا مثل. كل هذا يدل، تذكروا أن مث تدل على ذرة كربون واحدة. إذا لدينا 4 مجموعات من المثل على ذرات الكربون الثالثة والسادسة والتاسعة، هذا ما تدل عليه تترا مثل. إذا لدينا 4 منهم على ذرات الكربون التي ذكرناها. لدينا مجموعات مثل على كل واحد من هذه الأماكن، على ذرة الكربون الثالثة هنا، هذه واحدة على سلسلة الديدوكان، ومن ثم على ذرة الكربون السادسة هنا، هذه الثانية على سلسلة الدوديكان، وعلى ذرة الكربون التاسعة لدينا مجموعتين من المثل مرتبطات في السلسلة الرئيسية. هذا هو التترا مثل دوديكان، أو 3699 تترا مثل دوديكان. لننتقل إلى المثال الأخير، هذا 1 3 بس 1 1 داي مثل إثيل سايكلو بنتا. هذا مرة أخرى وببطء، دعونا نعمل ببطء، إنه شاق جدا بمجرد النظر إليه، لكن دعونا نقسمه مع الحلقة الرئيسية وهي السايكلو بنتان. لنبدأ بها، 1 2 3 4، آسف خلينا نجعل الأمور أوضح، هذه هي الحلقة الرئيسية وهي بسيطة جدا من 5 ذرات كربون بهذا الشكل. يمكن ترقيمها من هنا، 1 2 3 4 5. طبعا هنا عند ذرتي الكربون الأولى والثالثة لدينا مجموعتين، هنا واحدة وهنا أخرى، مجموعتين من الواحد واحد داي مثل إثيل. طبعا المقطع بس يدل على أنه لدينا مجموعتين، وهو يستخدم عند استخدام التسمية المنهجية، لذا نرى هذا المركب قد سمي تسمية منهجية وليست شائعة. سأستخدم لون برتقالي الآن، إذا هنا واضح أنهم قاموا بتسميته تسمية منهجية كما ترون. لدينا الإث هو الأساس من هذه السلسلة الفرعية. طبعا مجموعة الإثل تدل على وجود ذرتي كربون كما تعلمون، 2 كربونز، لنرسمها هنا باللون البرتقالي، 1 2 من ذرات الكربون. ومن ثم لدينا مجموعة أخرى عند ذرة الكربون الأولى هنا، آسف هذا جزء الإثل. لنرقم المجموعتين الآن بهذا الشكل، 1 2 أيضا 1 2 هنا، لدينا 1 1 داي مثل إثل. إذا على سلسلة الإثل هذه لدينا مجموعتي، أو مجموعة واحدة آسف، من آسف مجموعتين من الإثل أو من المثل. إذا المثل يدل على وجود ذرة كربون واحدة، ولدينا مجموعتين من المثل بهذا الشكل. ومن ثم لدينا مجموعة مثل أخرى، أو مجموعتين مثل أخرى هنا، نفس الشيء بهذا الشكل. ومن ثم نوصل كلا المجموعتين في الحلقة الرئيسية على ذرة الكربون الأولى هنا، وعلى ذرة الكربون الثالثة من هنا أيضا. نعم وانتهينا. إذا هذه هي الصيغة البنائية لهذا الجزيء. الآن إذا أردتم تسمية هذا الجزيء باستخدام التسمية الشائعة، فكما ترون لدينا 4 ذرات كربون لكل مجموعة منها، وهي مرتبة بهذا الشكل. ومن الفيديوهات السابقة تعلمون أنه يمكن تسميتها بالتيرت بيوتل. لن نضيع الوقت في شرح هذا مرة أخرى. إذا يمكن أن نسمي هذا أيضا 1.3، سأكتب هنا. إذا اسم آخر لهذا الجزيء سيكون 1.3 تيرت بيوتل. طبعا والبعض يكتب فقط حرف التي، إذا 1.3 أو 0.3 تيرت بيوتل
وأخيرا سايكلوبنتان، أو يجب القول داي تي بيوتل، لأنه لدينا اثنان منها. إذا 1-3 داي تي بيوتل سايكلوبنتان، هذا أخيرا. نراكم.